زمان لتلاميذه لما كان النوم يغلبه مع انه كان في وسطه. يا ما الكسل يغلب وهموم الحياه تعطلنا وننسى دائما ان ربنا معنا وقريب وقريب لنا ومشتاق ان يسمعنا. مش بس كده، ده كمان قرب يجي. ايوه قرب يجي، يجي ياخدنا معاه للمكان المعد لينا قبل انشاء هذا العالم. فاسهروا اذن لانكم لا تعرفون اليوم ولا الساعه التي ياتي فيها ابن الانسان.